أخبار اليوم. وكانت مفاجأة بطولة التراسوليوم اليوم الجمعة زي ما قالوا كابتن حازم إمام الثعلب الصغير ثعلب الملاعب، هنعرف منه دلوقتي ايه اللي اقنعه بالفكره وهيبتدي فيها ازاي. وشرفتنا يا كابتن حبيبي، انت اللي نورت والله وبشكركم. يعني يمكن احنا كنا مؤتمر صحفي عن حاجه في الكوره هنا نلاقي زحمه وصحفيين، فان انتوا تهتموا بالرياضه لسه في مصر مش منتشره، ده دور المؤسسات الكبيره في مصر لتنشر الوعي الرياضي بشكل كبير والثقافي واي حاجه. يعني بحييك وبحيي اخبار طبعا اليوم والجريده العظيمه يعني والمؤسسه الكبيره. بص انا يمكن زي ما قلت يمكن في المؤتمر دلوقتي ان احنا كلاعب كوره بعد ما بطل كوره بشوف ان لازم يبقى لينا دور مجتمعي اكتر، دور رياضي اكبر من انه انت بس لعيب كوره. يعني رياضة التراثلون يمكن من الرياضات اللي انا بحب اتفرج عليها في التلفزيون، كنت احب اشوف الناس بتتمرن ازاي، بتشتغلها ازاي، بتلعب ازاي. هي رياضة مهمة جدا، قوية جدا لصحتك، ملهاش عمر، مش لازم تكون موهوب فيها، هي عبارة عن انت تبقى بني ادم صحتك كويسة. وده اللي انا يعني سبحان الله طول عمري وانا بلعب كوره لما كنت بقول انا لما بطل هبقى عامل ازاي. انت عارف عندنا ما شاء الله لعيبه كوره مبطل كله بيزيد. يعني لعبه مفيده جدا، بشوف انها سهله لكل الناس، ملهاش ادوات كتير، سهل ممتنع، ممكن هتعوم في اي حته، تنزل تجري في الشارع، العجل مفيش اكتر منه في مصر، فهي سهله وفي نفس الوقت تخليك ملتزم بحاجات كتير جدا. لو لعبتها صح هتلتزم في حياتك في كل جوانب حياتك، خليك بني ادم صحي رياضي. طبعا الرياضه بقى ليها بقى جوانب ايجابيه كتير مش هتكلم فيها بقى، كصحه وسمنه وسكر وضغط والحاجات دي كلها بتشيل، لكن انا بتكلم على انها حاجه سهله مش محتاج تكون موهوب فيها، مش محتاج يكون سنك صغير او كبير، وممكن تعمل في اي حاجه في الشارع، في اي حته، في البحر تنزل تعوم وتطلع بعد كده تجري. فانا اشوف ان احنا لازم نلقي الضوء على الرياضات اللي هي مجهوله شويه ونحاول نخلي الناس البسيطة مش لازم تكون معاك امكانيات كبيرة انك تمارس، عشان مش بقاش خلي بالك انت المجتمع نفسه ما يبقى عندك نمط حياتك ما فيهوش رياضة خالص، ده هيبقى كسلان ومش عايز يشتغل وتعبان على طول، غير لما يبقى النمط ولا الناس الموجودة فيها صحتهم كويسة ويبقى عايز يشتغل ما عندوش مشكلة. يعني